السلام عليكم سيدتي الجميلة، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميلة، اليوم جيتك بواحد الماسك اللي هو من سلسلة ماسكات العيد. ديريها ليلة العيد وشوفي وجهك كيفاش غادي يولي، ضيافك غادي يتفاجئوا في البشرة ديالتك. دائما كنعطيكم الوصفة بوقتها، يعني في وقتها نعطيكم الوصفة. هذه وصفة ديال المناسبات، ديال الأعياد، ديال أنك عندك شي ضياف، عندك شي عراسية، عندك شي خطوبة، عندك يعني جايين عندك الناس غادي يشوفوك. شوفي، غادي يسولوك شنو درتي البشرة ديالتك من استعمال، ولو أنك تستعمليها غير ليلة العيد، لا غد ليه في الصباح منين يجيو عندك الناس غادي يردوا البال البشرة ديالتك أنها تبدلات للأحسن. طبعا ما يمكنش سيدتي نعطيك واحد الحاجة غير مجربة، ما يمكنش، ما نقدرش. علاش؟ لان انا وجهي هو مرايتي معاكم، وجهي هو مرايتي، كنتلقاكم في الزنقه، المتتبعات ديالي شحال من خطره كيتلقاوني، كيوقفوني، كاين اللي ما كتقدرش توقفني، كتضحك معايا غير من البعيد، كنعرفها عرفاتني، كاين الناس اللي كنتلقاهم كيسولوني، كنقول لهم دخلوا عندي الانستغرام وتصوروا لي الوجه ديالكم باش نبقى متبعه معاكم. سيدتي اليوم الوصفة ديال اليوم خاصة بالأعياد والمناسبات. شوفي حبيبتي، ديريها ليلة العيد وردي عليا الخبر شنو غيقولوا لك عباد الله ملي غادي يجيو عندك، ضيافك شنو غادي يقولوا لك ملي غايجيو لعندك. شوفي الجبهة ديالتك غتولي لامعة بحال الجبهة ديالتي، غادي يولي وجهك غزال غزال غزال، الناس شد البشرة بعد هاد الوصفة هادي، لشد البشرة وتبييض البشرة. ممكن ديريها حتى الجسم ديالك كاملة في الحمام، مرة في الأسبوع ديريها في الحمام الجسم ديالك، وجهك ديريها 3 حتى 4 مرات في الأسبوع، جيد رائعة، سد المسام، إزالة الكلف، إزالة التجاعيد، تبييض وشد البشرة. شوفي حبيبتي، التجاعيد اللي تيكون عندك في دائره الفم، في دائره العين، في الجبهه ما كيبقاوش. انا اكيده من كلامي، سمعتي حبيبه ديالي، انا اكيده من كلامي. شوفي بلا ما نبقاو نضحكوا على بعضياتنا ونقولوا الوصفات ما كيديروا والو، والله ما كان البوتوكس ولا الفيلر، لا وجهي تجبد ولا وجهي تقاد، او لا ما افسده الزمن يصلحه العطار او كذا. لا حبيبتي ما تضحكيش على راسك، لا لا، ممكن تصلحي الجمال ديالك غير بيديك. شحال من وحده كتكون مبهدله ومني كتعطي لراسها الوقت كتولي شهوه منها، هي كتولي شهوه منها، كدير تيوليو يتسائلوا عباد الله تيقول شو كي كانت كي ولات، علاش عطات الوقت، عطات واحد شويه ديال الوقت لراسها. عطي بقيت لراسك كل جمالك وصحيحتك يا حبيبه ديالي، وديري الوصفات ما غتخسري والو، واحد شويه ديال الوقت ما تخسري حتى شي حاجه. المهم سيدتي بلا ما نطول عليك، الوصفة ديال اليوم كتكون ليا من 3 ديال المكونات اللي هما في متناول اي سيدة. دائما كنقلب على المتناول لان الله يحسن العوان، كاين اللي عندها وكاين اللي ما عندهاش. وجهك الا بقيتي كديري لي الوصفة الطبيعية قسما بالله العلي العظيم ان وجهك غادي يتبدل 100% للاحسن، احسن من هادوك اللي كيمشيو يديروا لي سوان دو فيزاج في المحلات في اللي هي كبيرة، يعني في الصالونات اللي هما كبار بلي زاباراي وهذا. شوفي انتيا غير تبعي لي الوصفه الطبيعيه وداك شويه ديال المساج اللي كنعطيك وشوفي وجهك كيفاش غادي يولي، والله العظيم اللي غيولي احسن، احسن من هادوك اللي كيخسروا على الفلوس، على الجمال ديالهم فلوس صحيحه. انتي غير في دارك وشوفي وجهك كيفاش غادي يولي، ايوا غير تبعيني وديري الثقه، ديري الثقه لاله سيدتي. شوفي قلت لك 3 ديال المكونات، شنو هو المكون الاول؟ المكون الاول هو الشبة، هو الشبة، حجر الشب، ولا واحد شنو تيقول ليها، حنا كنقول ليها الشبة، هو الشب، حجر الشب ياك. كذلك عندي المايزينا، عندي المايزينا اللي هو دقيق الذرة، نشا الذرة، دقيق نشا الذرة، وعندي ماء ورد. 3 المكونات حبيبه ديالي، غير انت الا ما بغيتيش الشاي، 3 المكونات وماء ورد. سيدتي غادي ناخد الشبه اللي هو حجر الشب، مطحونه ومغربله، شوفوا ها ما فيهاش الحبيبات، ها باش ما تجرحش ليا وجهي والجسم ديالي. هذا راه سوان دو كور وسوان دو فيزاج. هانتوما هذيك القشره اللي عندك في الوجه ديالك اللي كتكون محروقه بالشمس كتحيد، ما كتبقاش نهائيا، كتبقى لك وجهك صافي وبيض كيف ما بغيتي انت، كيف ما حبيتي انت. ايوا حبيبتي شنو كتسناي؟
غير الا ما بغيتيش، غير العجز، حيدي عليك العجز، المعجزه حيدي عليك العجز، راه ما غادي شي ينفعك، ما ينفعك والو داك العجز. نوضي تقعدي سيدتي، غادي ناخذ هانتي نوريكم الطريقه عن قرب. غادي ناخذ ملعقه كبيره ديال النشا، ملعقه كبيره ديال النشا، انا غنديرها نتوما هذه هي الصغيره، غندير منها جوج. هذا المقدار، هذا مقدار ملعقه كبيره ديال نشا الذره، ها هو. عندي من شبه اللي هي مطحونه ومغربله، ها نتوما غناخذ نصف ملعقه، نصف ملعقه صغيره ديال الشبه. شوفوا والله العظيم ما تندموا على هذا الماسك، هذا مبيض غزال 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 بزاف، وقوي قوي بزاف. وغادي نخلط الخليط ديالي بماء الورد، تقريبا غادي يجيوني جوج معالق كبار ديال ماء ورد. شو نملش دير ليا، صافي غادي نحتاج هاد المقدار هذا. انا احتاجيت هنا غير معلقه كبيره، عرفتي النمل والنشا داخل ليه النمل. ودابا شنو، دابا شنو كيبان ليكم في هاد الشيء هذا؟ والله العظيم الثلاجه ولا كيدخل ليا ليها. سيداتي، واللي عندها البشره جافه تزيد معاهم ملعقه ديال حليب البودره، اللي عندها البشره جافه تزيد معاهم ملعقه ديال حليب البودره. غنحصل على واحد الخليط هكا، غادي نبدا نخلط لان هذيك النشا كتهبط ليا لتحت. غنخلط حتى غنخلط مزيان الدوبليه ونثبتها على وجهي مزيان. ها هو الخليط وجد. سيداتي، ندوز للتطبيق. دائما كنطبق قدام عينيكم، عرفتي دابا شنو المشكل اللي ولا عندي؟ هو انني الا ما طبقتش قدامكم ما كتثيقوش بيا، كتقولوا لي علاش ما حطيتيش على وجهك. هانتوما حبيبتي، ها الخليط ها هو، غنحطو على وجهي غيولي ابيض، غيبس ليا وغيولي كيتفرتت. سنحطه بسرعة لأن كيبس بسرعة. حطه على الوجه ديالي كامل، طبعا غنتسنى عليه حتى يدوب ليا هذاك الشبة دوب. هذه ممكن ديرها للا حتى في الحمام ديالك باش تبقى عندك في الحمام وقت اللي دخلتي خلطيها، ولا حطيها مخلطه راه ما كتخسرش وديريها. وصفه جد رائعه جد رائعه. نكمل باليد ديالي، نتحكم فيها اكثر. اللي بغيت نقول لكم هو الا درتو العسل معاها راه ما غاديش تلصق لك على الوجه ديالك. ديري حاولي ديري تبقى غليظه لان دغيا كتيبس. تزدي وخليها واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، وغسلي وجهك
واجي رضي عليا الخبار. طبعا حتى العنق ديالك ما تنسايش، ما تنسايش اي العنق ديالك. سيدتي من بعد غتغسلي الوجه ديالك ولا حركه نهائيا، باش داك التشققات اللي غادي يداروا لك في الوجه ديالك ما يتبتوش بلاصتهم. من بعد سيدتي نصف ساعه او 20 دقيقه غسلي الوجه ديالك بالماء البارد، ولكن الطريقه دائما كتفزقي اليدين ديالك وكتغسلي الوجه، والله حتى غتفاجئي والناس ديالك كلهم غادي يتفاجئوا، ضيوفك والناس اللي كيعرفوك هذا كلهم غيتفاجئوا وغيبقاو يسولوك شنو درتي للوجه ديالك. مرحبا ألف مرحبا، ما تنسوش البصمة و البارتاج. مرحبا ألف مرحبا، ردوا عليا الخبر من تجربوها في التعاليق. السلام عليكم.